الشفاعة من سواك. نحن على أبواب المولد النبوي الشريف، وفي تونس الناس كل تعرف الاحتفالات بهذه المناسبة الدينية الكبرى تكون في مدينة القيروان، ومئات الألاف إن لم نقل الملايين تأتي إلى مدينة الغالبة في مزار لجامع عقبة ابن نافع، وأيضا للحضور في المناسبات الثقافية والدينية الموجودة في مدينة الغالبة. والقيروان عنده ميزة خاصة، حفظة القرآن والمسابقات نتاع تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان كلها في القيروان. ومعايا سي البشير حاج بشير، وقت اللي نحكيو على حفظة القرآن في القيروان من مختلف البلدان الإفريقية للناس ما تعرفهاش اللي موجودة في جامعة القرآن، في الجامعة القرآنية، نعم، في دار القرآن. خرجنا عنا تو في بوركينا فاسو 46 كتاب، معناها العلم تونس موجود في بوركينا فاسو باسم علماء التوانسة، كل كتاب باسم عنا دار القرآن غاديكا، عنا معناها طلبة نساء ورجال يحفظوا في القرآن، فهمتني؟ في يوم واحد برك 700 واحد دخلوا الإسلام في بوركينا فاسو، وما زلنا علاقتنا موجودة، وعندنا توا حوالي 18 تلميذ من بوركينا فاسو من سهر العاج، بحيث ما عندنا إشعاع كبير في القروان، وخاصة ضمن المولد الشريف عندنا مسابقة في الأحاديث فيها مشاركين فيها 400 واحد، مش ينجحوا 40 ل 40 باش نحضروا لهم جوائز مناسبة المولد النبوي الشريف. وعندنا جمعية المولد زاد نفس الاتجاه، الدورة دي سميناها باسم الشيخ عبد المجيد بن سعد سلامي، وقاعدة زاد لجمعية المولد قائمة بأنشطة دينية وثقافية، وفهمت بحيث إن شاء الله القيروان، إن شاء الله سيد الرئيس يجينا للقروان يشرفنا، لأن القروان إن شاء الله في وقته هو يرجع لها المجد متاعها ويرجع لها، لأن القيروان قاعدة تعبة من دون الولايات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وقت اللي نذكروا ونتحدثوا على 700 إفريقي دخل للإسلام في يوم واحد، في يوم واحد هذا مؤشر كبير برشا، وحاجة تثلج الصدر في نشر الإسلام. وين؟ في عاصمة الإسلام القيروان الأبية التونسية، اللي بالحق الإشعاع الديني نتاعها وصل إلى مختلف أصقاع العالم، والناس الكل تحب تشوف وترى الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف في القيروان في جامع عقبة ابن نافع. أنت إن شاء الله أنت تزور القيروان ونوريك المؤسسة تدار القرآن شنو الملك اللي عندها، وتو نعم كونا كلية اسمها معهد الحضارة الإسلامية، والكلية هذه كريتها من عنا وزارة الشؤون الدينية، وتقري تو في 320 طالب السنة، مش تعطي الماستر، والعام الجاي بالذات ولا تعطي الدكتوراه، معناها هذه توانسة. وعندنا قاعة كبيرة دار القرآن عطاتها للوزارة باش تقري فيها، يعطيك الصحة الحاج بشير. ونتحدثوا على القيروان والناس اللي تنتقد في بلادنا، وأحيانا يقولوا ما أبعدهم عن الإسلام، راهو اليوم في القيروان فما 700 واحد دخلوا إلى الإسلام وما تعرفوش الدور نتاع القيروان في تخريج أفارقة شيوخ متضلعين في الإسلام حفظ للقرآن. منين؟ من القيروان. وباش نرجع لك سيد بشير سامحني شويه سيد علي، اليوم كي نحكيو على المولد النبوي الشريف، على الاحتفاء بسيد الخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مئات الالاف تاتي الى القيروان والازدحام كبير برشا في جامع عقبه ابن نافع، ومحظوظ من يصلي ركعتين في جامع عقبة ابن نافع. أهلا وسهلا. بالنسبة لهذه السنة الدورة هذه كما قال الحاج بسير سميناها الدورة، دورة عبد المجيد بن سعد،
علاش سميناها دورة عبد المجيد بن سعد؟ لأن هذا الرجل أعطى الكثير للسلميات، وأعطى كثير للابتهالات، ويشهد له في هذا المجال. فأولا اعترافا للجميل بهذا الرجل. ثانيا القيروان هي مدارس، مش مدرسة واحدة، هي عدة مدارس، مدرسة في السلميات، مدرسة في الشعر، مدرسة في كل مجال تجد مدرسة القيروان. في الطب أحمد بن الجزار الشهير الذي فصل الصيدلة عن الطب، أول من فصل الصيدلة عن الطب هو أحمد ابن الجزار. إذن هذه المدارس أردنا أن نحيي منها مدرسة، هي مدرسة الشيخ عبد المجيد بن سعد. إذن في هذه الدورة كذلك هنا قمنا بإعداد برنامج ديني متميز. علاش متميز؟ لأن في كل سنة نقوم بإعداد فقرات دينية، لكن تمر مر الكرام ولا يسلط الإعلام عليها العين. فأردنا في هذه الدورة أن نقوم بحملة إعلامية أولا لتسليط الضوء على الاحتفالية الدينية التي أسسنا لها. شوية الناس اللي تحب المولد النبوي الشريف وتحب تحضر في القيروان، راي فما مسابقات دينية في رفع الأذان، في حفظ القرآن، وفما احتفالات في وسط جامع عقبة ابن نافع تقشعر لها الأبدان. يا من تريدون أحياء الدين، اليوم الدعوة موجهة إليكم للتوجه نحو القيروان في المولد النبوي الشريف وجامع عقبة ابن نافع، يحتضنكم ويفتح الأبواب متاعه لكل الزائرين، راو مش فقط المسلمين، حتى من لا يحملون ديننا مرحب بهم في صحن عقبة ابن نافع. الناس الكل مرحبا بكم في القيروان. القيروان مدينة التسامح، مدينة التحابب، والناس الكل تدخل القيروان آمنين، كل البيوت تفتح للزوار، تفتح للضيوف اللي يجيو، والناس الكل تروح فرحانة. فما أمن وأمان، فما تعزيزات أمنية كبيرة، وفما مسامرات دينية ومحاضرات ثقافية كبيرة برشا في هذا المجال بالذات في الاحتفالات الدينية. في هذه السنة عملنا شراكة مع وزارة شؤون دينية، مع الجمعية القرآنية، مع الرابطة القرآنية، مع المعهد الأعلى للدراسات الإسلامية ومركز الإسلامي الأعلى. أثثنا لبرنامج ثري جدا كما قلت سيادتك، سواء في المسابقات أو في المحاضرات العديدة التي ستقام من طرف دكاترة زيتونيين مشهود لهم. فالناس اللي تحب على ظلتهم ويحبوا يتشبعون بالروحانيات سيجدون برنامجا ثريا جدا في هذا المجال، فليأتوا ويشاركوا في هذا البرنامج. اللي هو وقتاش بالضبط بالتاريخ؟ اللي هو ابتداء من يوم الاربعاء يبدا. الاربعاء والخميس، الخميس الجمعه السبت والاحد، ويوم الاثنين يتوج بجوائز قيمه للفائزين. كل الفائزين في تلاوة القرآن الكريم 3 لولين مش لهم جوائز قائمة، الفائزين في السيرة النبوية كيف 3 الأولين لهم جوائز قائمة، والفائزين في رفع الأذان كذلك، رفع الأذان على طريقة علي البريق، على الطريقة التونسية. يعطيك الصحة. وانت تتحدث على الجوائز وعلى التكريم، واحنا في ريبورتاجنا بطبيعة الحال جبنا سيدنا بشير بن عثمان لتكريمه، لأنه لما يكون فما تونسي يفتح داره، يفتح محلاته، يسخر ماله لحفظة القرآن، خاصة من الأجانب، خاصة من الأفارقة اللي يقصدوا القيروان، بأكيد أجر أجرين، أجر في الدنيا بالدعاء الطيب وأجر في الآخرة، لأنه من ينشر الإسلام جزاؤه كبير عند الله.
وسيد البشير أنت من المهتمين بحفظة القرآن، وأنا حبيت نسأل، في يوم ما رفعت الرايات السوداء في القيروان والناس كل خفنا، لكن القيروان اليوم تواصل استقبال الأفارقة بالإسلام المعتدل بحفظ القرآن بالناس اللي يحبوا بلادهم ووطنيتهم، ويقول لك تونس والقيروان بلد الإسلام وبلد التسامح. نعم، احنا بالنسبة للقيروان ما نقبلوا واحد إفريقي إلا ما يجينا الملف متاعه، وقبل ما يجي يكون قارئ بالعربية وعنده مبادئ، ما نقبلوش هكاك عنا لجنة تاخذوا، فهمني، وما يجي إلا بوثائق وأمور مليقنا معناه، ويبقى معانا 3 سنين. السنة بدلنا جبنا علماء مختصين مش يقريوهم الفقه والعلوم الأخرى، لأن احنا نوين في جمعية القرآن كل تلميذ مش يجي مش نحب نعلموه صنعة، باش كي يخرج يلقى القرآن ويلقى صنعة، ماهوش يقرأ كهو، يلزم زاد نرخموا عليه دنيا ودين، دنيا ودين. يحتيك الصحة. وفما ميزة أخرى خلينا نحكيها، القيروان بين المسجد والجامع 50 متر، وبين الجامع ومسجد ثاني 20 متر، وعدد كبير من الزوايا الدينية وبيوت الله خاصة في البلاد العربي اللي معروفة كل نقطة وكل نهج إلا وعنده تاريخ واسم نتاع أحد الصحابة. والقيروان بالحق معتها منارة كبيرة برشا في شمال إفريقيا. شوف، أول حاجة أنا منحب نشكر كيسر ومن معك، لأن توا سنين وانت تجينا وخدمت في القروان وفهمت قيمة القروان وعاشرتها وليت واحد من القيروان، كل نشاط بودنا باش تكون حاضر معنا، ونشكر القناة اللي انت فيها لأن مكنتك باش تقوم بدور كبير. قاعد أنا نتفرج على برامجها القناة هذيك، قاعد تقصد، ولذا احنا بودنا البلاد متاع القروان، القروان وبرتونس كل يكونوا مطمئنين دينيا اقتصاديا علميا تاريخيا، لأن ماذا بينا السيد الرئيس يقف، هو وقف وبارك الله فيه وربي عينه وربي يجيب شكون يعاونه على هالبلاد، فهمني، ان شاء الله البلاد تقدم اقتصاديا وكل. ونشكر الاعلام اللي قايم بدور كبير، الاعلام راهو في تونس، فهمتني، خاصه الحمله التاليه نتاع المهاجرين، وانت خاصه ماذا بينا تجيب جماعه تجي القروان ان شاء الله، باش نجيو القيروان ونختم الريبورتاج بالصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وربي يبارك فيك ان شاء الله. اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد مخلوقاتك وعدد عياتك يا ربي، بجارك واجمعنا به في يوم لا ما ينفع لا مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. يعطيك الصحة، الصلاة والسلام على سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام والقيروان وتونس والأمة الإسلامية بخير، وإن شاء الله كل مولد وانتم حيين بخير، ونقول في الأخير نقولوا الصلاة والسلام على رسول الله. بطبيعة الحال اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء، بطبيعة الحال مولد نبوي الشريف في مرانة الإسلام القيروان، والناس اللي تحب تمشي تصلي في جامع عقبة ابن نافع، تأمينات على الطرقات من مختلف الولايات حتى القيروان بالنسبة للتوانسة والأخواتنا في بلدان الجوار اللي يجوا بحذانا، كذلك هنالك مسامرات دينية ومحاضرات ثقافية كبيرة برشا في القيروان، وأيضا هنالك عرض الحضرة اللي باش يكون في فسقية القيروان. مرحبا بكم في بلاد الأغالبة، الطرقات مفتوحة والاستقبال مضمون.